بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نعزي العالم الإسلامي والإنساني بذكرى شهادة السيدة الجليلة سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام. وفي هذه الذكرى العطرة نحب أن نستحضر مفردة تربوية أخلاقية تتعلق بمفردة التسمية. أثبت علماء النفس إن للإسم تأثيرا على نفسية الشخص في مستقبله، في حاضره ومستقبله. وهذا الإسم له تأثير كبير على نفسية المسمى، فلذلك نرى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله دأب على اختيار الأسماء ذات المعاني السامية والراقية لأولاده ولأحفاده، وما هذا إلا بتوجيه من الله سبحانه وتعالى. فنرى صاحبة الذكرى أن اسمها آمنة، ولكن راقبت العائلة هذه الطفلة المباركة، لقد امتازت بصفتين رئيسيتين. الصفة الأولى هي الهدوء والطمأنينة والسلام والسكينة، والصفة الثانية كانت البهجة والفرح والسرور. فكانت هذه الطفلة منذ نعومة أظافرها قد أضفت على بيت الإمام الحسين عليه السلام، هذا البيت العلوي، هذا البيت النبوي، البهجة والسرور. وأيضا كانت تمتاز بالهدوء وتمتاز ببعث الطمأنينة والسكينة بين أبناء ذلك البيت المبارك. فلذلك أطلق عليها الإمام الحسين عليه السلام لقب غلب عليها وأصبح اسما لها، ألا وهو في بالضم وبالكسر سكينة وسكينة. فأما سكينة لأنها كانت تبعث بالفرح والبهجة والسرور بين أبناء الأسرة الطيبة المباركة، وسكينة بالكسر أي بمعنى الطمأنينة والسلام. وكانت هذه الطفلة سبحان الله تبعث بهذه المعاني الراقية السامية، المعاني القرآنية، فهذا المعنى نجده في القرآن الكريم بقوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. فسبحان الله، هذه البنت كأنما هي أنزلت السكينة على بيت الإمام الحسين عليه السلام. فلذلك حينما أخذها الإمام الحسين عليه السلام معه في قيامته، في إصلاحه المبارك من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، إلى أرض العراق، إلى الكوفة، إلى أرض كربلاء، أرض الفداء، أرض الحرية وأرض التضحية، كانت سكينة ترافق أباها وترافق العائلة وترافق موكب الأحرار، وتبعث بالبهجة والسرور بين أبناء الأسرة الواحدة وبين أبناء الرسالة الواحدة، وأيضا تبعث برسالة السلام والطمأنينة. وكان حقيقة الموكب الركب يحتاج إلى هاتين المفردتين، فلقد مروا بمواقف صعبة
ومحنة كبيرة امتحنهم بها الله سبحانه وتعالى، فحقيقة كانوا بحاجة إلى من يبعث فيهم الاطمئنان والسلام والسكينة ليستطيعوا أن يواصلوا طريقهم، طريق الله، طريق الحق، طريق الانتصار، طريق الأحرار، ضد طريق الباطل وطريق الانحراف. وقد نجحت هذه السيدة المباركة طيلة حياتها أن تحافظ على هذين الصفتين، صفة إضفاء البهجة والسرور وإضفاء السلام والسكينة والطمأنينة على من حولها. فسلام على السيدة سكينة، السيدة سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام، يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حية لتكون شاهدة على هذه الأمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.